دبر لدينك كما دبرت لدنياك. لو دخلت في قدميك شوكة لسهرت تتألم شاكيا طالبا الطبيب. وهذه أشواك المعاصي ملأت قلبك منذ سنين، فأين صوت الأنين وأين طلب المعين؟ ويحك، ألا تتألم لقلبك كما تألمت لبدنك؟ رمضان طبيب رفيق يحمل إليك الدواء، فكيف ترده خائبا وقد جاءك هاديا؟ وكيف لا تحسن استقباله وبين يديه أسباب شفائك وبالمجان؟ السمكة إذا وقعت في شباك الصياد ظلت تبحث عن ثقب تهرب منه حتى إذا ما وجدته رجعت إلى الوراء، ثم اندفعت بأقصى قوة لتنجو من ضيق الأسر إلى سعة الحرية. فإن لم تعزم هذه العزمة شوتها النيران بعد ساعة، وأنت الآن أحوج ما تكون إلى مثل هذه العزمة. فالشيطان ألقى عليك شباكه وأحكم وثاقه، وخطة مكره هدفها في النهاية أن تكون رفيقه في رحلة العذاب الأبدي، وأن تشترك معه في قيد واحد، وأنتما تشويان في نار جهنم سويا. فماذا أنت فاعل؟ وكل شيء عليك، نفسك التي بين جنبيك، دنياك التي تلهيك، هواك الذي يريد أن يدمرك، شهوتك المصممة على إهلاكك، لكن حسبك أن الله معك. فقد ضاعف لك اليوم الثواب، وأغدق فرص الرضوان، وسلسل جند الشيطان، والدور عليك الآن. ودورك أن تجعل من رمضان محطة تزود للجنة، ودورك أن تتسلح فيه بالطاقة وتتجهز بالعزم، ودورك أن تجعل منه وقفة الحساب وصفحة المراجعة وخطة الإصلاح ووثبة الانطلاق. رمضان زائر وأنت مزور، فأين واجب الضيافة؟ رمضان بحر ويوم العيد ساحل، فكم سيبلغ صيدك قبل بلوغ الساحل؟ رمضان لؤلؤة تنتظرك في أصداف الأيام، فأين قاصد البحر الهمام؟ أين الغواص المقدام؟ يا عيونا جفت من قلة الدمع، هذا موسم المطر. يا قلوبا أقسى من حجارة الجبل، اهبطي من شدة الوجل. يا نفوسا تائهة، يا شخوصا خاوية، يا حيارى في صحارى مهلكة، رمضان أقرب أمل، أرجى أمل، آخر أمل. فأغلقوا باب الكسل وافتحوا باب العمل، هيا إلى العمل فورا إلى العمل.